معايا مداخلة مهمة، معرفش المهندس عادلي هيعرفه في الأول ولا لأ، بس هي مداخلة هنتكلم فيها في بعض الكواليس السريعة كده. باشمهندس ازيك، عامل ايه؟ مساء الخير يا كابتن امير، مساء الخير يا باشمهندس. أخبارك ايه؟ صوت بيه الحمد شوية. لله تمام. الصوت، علولنا الصوت يا جماعة شوية. طب حتى عشان أقدر الاختبارات اللي هيعطوها لي بقى مين؟ ايه الأخبار عند يا الصوت باشمهندس؟ عامل ايه؟ بقول لك انا الحمد عايز لله. اسالك سؤال مباشر، هو هيعرف دلوقتي من السؤال بقى. دلوقتي كام صفقه خلصت في البيت انا عندكم؟ كنت بطرد والله من البيت، لا والله اكيد والله عرفت كده العظيم كنت خلاص. بطرد من البيت. كنت بتطرد من البيت يعني يا كان يجي لي محمد؟ اه التليفون الحدايث واخد منه الاستاذ يجي لي محمد. التليفون يقول استاذ لي انت الدرس بتاعك هيخلص الساعه كام، اقول له الساعه كذا، يقول لي طب اخرج مع اصحابك شويه. طب وده حصل كام مره بقى؟ لا حصل كتير. حصل كتير. احنا معانا طبعا الاستاذ محمد عدلي القيعي، نجل المهندس عدلي القيعي، واكيد كلام كتير هيكون مهم. لكن خليني اسالك برضو سؤال تاني يا استاذ محمد، هو اكيد انت، انا عارف مدى اهلاويتك وعشقك للنادي الاهلي، واكيد عندك صحاب كتير جدا اهلاويه، وعارفين ان انت ابن المهندس عدلي القيعي في الفتره بالتحديد اللي هو كان متولي فيها اداره التعاقدات. هل كان دايما بيبقى في سؤال بحكم انك ابن المهندس عادل القيعي، فالناس تسالك تقول لك الاهلي خلص فلان، خلص علان؟ ده كان بيحصل اكيد، مظبوط؟ هو كان بيحصل في الاول، ايوه بس من كتر ما هو اشتغلني ورحت قلت حاجات غلط حصل بيديك معلومات عكسها. غلط، معقول؟ اه والله، يعني انا كنت تريقت الشغل عندي في الوقت بتاع صفقه احمد فتحي، لان كان كل مخي بساله انت مسافر فين؟ قال لي انا رايح فرنسا. قلت فرنسا؟ مين بقى اللي كان هناك؟ مش فاكر كان مين. فمخي كله راح ان هو رايح يخلص حد، وهو كان اصلا في انجلترا بيخلص احمد بيخلص فتحي. فتحي من شيفيلد يونايتد. فطبعا بعدها اصحابي بقوا بي يعني ما بقوش بيقولوا يقعد يسألوا لكده بقى انت، خلاص. احنا طب هنتصرف. حتى لو بشكل ودي في البيت مثلا، انت ما كنتش بتسأله مثلا يديك سؤال بصراحة، بس ما تقولش لحد، يديك إجابة صريحة، اه هنجيب لا فلان او بنتفاوض مع علان، بس ما تقولش، ما تجيبش سيرة. لا لا، هو يعني حتى هو طول عمره عنده نظرية ما تقولش لحد، دي مضحكة جدا يعني هو يعني، ويمكن دي انا بعد كده اتعلمت منه، يعني ما تقول لحد، ما تقولش لحد، تقولها له وانت عايز توصل حاجة. مظبوط، وجهة نظر برضه. انما لا، يعني هو ممكن نتناقش، يعني ممكن نتناقش في حاجات فيها رأي، تمام. انما اخبار انسى. حاول معاك يا باشمهندس كتير. ها لا، كان بيتعل يقول يعني انا اعرف من بره، اعرف الاقي في الجورنال مكتوب، وانت امبارح تقول لي مش عارف ايه، وانت مستني حد يجي لك البيت يعني. وهو شوف، مفيش حاجه اسمها خلي بالك ده سر، اول ما يطلع من بوقك ما بقاش سر. مش مقتنع انت بالقصه دي، لا، حته انت السر دي شغلك مبني على كده. هو انا التطوع ادي المنافس بتاعي معلومه ليه؟ هو ايه اللي بيخلي دلوقتي الاسعار تولع؟ كثر التداول الاخبار عن الصفقات. اكيد. فبتلاقي واللي بيطلعوه الوكلاء ليه؟ عشان الدنيا تشعلل والنسبه تزيد وشغلانه. دي جزئية مهمة. طب محمد، احكي لنا شوية عن مهندس عدلي القيعي، يعني حياته عامة عاملة ازاي؟ الأمور بتبقى ماشية ازاي؟ خصوصا لما يكون في ضغوطات بحكم المنصب مثلا اللي موجود فيه في أي فترة من الفترات، الأمور بالنسبة لكم في البيت كانت بتبقى عاملة ازاي؟ بص، هو يعني انا هقول لك على اكتر حاجه بصراحه فرقت معايا انا وانا بكبر. اكتر حاجه فرقت معايا وانا بكبر ان انا شفت قدامي راجل اللي بيقوله قدام الناس هو اللي بيعمله فعلا في حياته. تمام. يعني انا في مواقف معينه كده في الحياه حصلت قدامي، شفت فيها مواقف من ابويا متماشيه جدا مع الكلام اللي بيقوله. تمام. يعني ففي حاجات كده جوايا فعلا، يعني يمكن محدش يعرفها ولا حد يعرف ايه المواقف دي، ولا هتتعرف، ولا يعني ولا تخص حد يعني. بس انا بالنسبه لي دي كانت اكتر حاجات اللي اثرت فيا. طب وعشان كده لما حد مثلا بيجي يتكلم في فكره اللي هو انتوا بيتكلم بقى مثلا عن النادي الاهلي، انتوا بت 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 بتبدعوا المبادئ او بتستخدموها في الكلام او الكلام ده كله، انا من جوايا ببقى متغاظ جدا بصراحه. متغاظ؟ لان انا شفت قدامي نموذج، عشت في بيته وشفت في النهايه هو بيتعامل ازاي مع كل حاجه. شفت لما المصلحه بتبقى واضحه جدا اتجاهها فين، بس مش مريحه، قد ايه بيسيبها بسهوله.
طب ايه الصفقه اللي انت طلبتها من المهندس عادل القيعي كواحد من مشجعي النادي الاهلي وما حصلتش؟ ضحكت الصفقه ليه؟ لا مش اكيد مسموح، طلبت مش مسموح له يعني، يطلب، مثلا يجي يقول لك يا بابا انا نفسي مش الاهلي يجيب مسموح فلان، مش م... ما مش بتحصلش. مسموح. ما هو لا يتكلم زي ما هو كاني ما سمعتش. كانك ما سمعتش. طب مين اللعيب اللي انت طلبته يا محمد مثلا كواحد من جماهير الاهلي يعني؟ قلت له ما هو احنا ما ينفعش نجيب على مثلا فكره فلان علان. اقول لك، انا كان متحمس جدا لمروان عطيه. لا والله. والله هو اللي نبهني، بس انا عملت نفسي من بنها و ولا كانه في اهتمامات الاهلي. لا لا اقول له، قال لي لا بس يا بابا ده لو جيت انت ما تعرفش انا متابعه. قلت له يا ابني ما تبالغش، وبعدين يجي والناس تهاجمه ومش عارف ايه، وانا بتحرى والكابتن بيقول ما حسستوش خالص ان احنا هنتكلم فيها. طيب في بعض اتفضل يا محمد اتفضل. لا اكتر لعيب برضه بصراحه قعدت كان نفسي يجي الاهلي في الفتره بتاعتها، وقعدت كتير جدا مستنيه يجي، كان وليد سليمان بصراحه. وليد سليمان دي لان كانت صفقة كمان صعبة. الحاله اللي كان عايشها وليد سليمان في الوقت اللي قبل ما يجي النادي الاهلي كانت مأثره في كل انسان اهلاوي بصراحه. فعلا كان نفسي الراجل ده يلعب في النادي الاهلي. وحصل فعلا، واكيد واحد من النجوم الكبيره في تاريخ النادي الاهلي الكابتن وليد سليمان. لكن بتتعاملوا مثلا مع الانتقادات اللي ممكن في بعض الاوقات بتوجه للمهندس عادل القيعي ازاي؟ بص انا هقول لك على حاجه يعني، ما يعني يعني من وانا صغير، في مره كنت بتفرج على ماتش الاهلي والاسماعيلي في البطوله العربيه اللي خسرنا فيها 4-0، ايوه فاكره. اللي هو اخر لحظه كانت وحشه، بعد كده بقى المواسم الجامده قوي ابتدت. فانا كنت بتفرج في العجوزه في حته معينه في مكان عام يعني، وبعدين في ناس توجهت يعني بـ 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 مش نقد يعني، بحاجه بقى اكتر من نقد شويه في حق ابويا يعني، فانا اتنرفزت واتخانقت من الاخر يعني. كان في تجاوز فاتخانقت. فرجعت لابويا، فلما حكيت له اللي حصل انا بقى متوقع ان يعني هو هيديني سبورت يعني في الموقف، وبحكي له واتقال كذا وبتاع. قال لي بص يا ابني، قال لي كده كده احنا يعني خدنا كتير قوي، وخد اكتر من حقك، انت عملت ايه عشان تطلع تلاقي نفسك بتاخد حاجات بتساعدك في حياتك بس عشان الناس وبسبب النادي الاهلي وبسبب ابوك وبتاع، فتقبل الجانب التاني بتاعه. طب هل انا بتضايق؟ بتضايق جدا، ومش بتضايق بس من التجاوز، بتضايق حتى من النقد الموضوعي، مفيش حد كمان. بيحب يشوف جدا. بتضايق بس بتقبله، لان في النهايه خلاص ما هو كده كده في فكرة انت شخصية عامة، فلازم تتقبل النقد زي ما بيجي لك اشادة. صح صح ده مظبوط، ده طبيعي على فكرة ده يعني. جزء من القصة يعني. حابب تقول حاجة لمحمد لا عادل هو القيعي؟ فعلا يعني انا بقول له يعني ازاي انت متصور الدنيا هتبقى وردي على طول؟ ما هو ازاي الناس معشمة فيك فاقبت طبعا بتعاتبك بقدر العشم يعني. طبعا طبعا فده وارد. وبعدين اتمنى اقول له يعني ما تتعاملش مع الناس انك ابني خالص خالص، ولا مع عسكري من روح حتى. ده كلام مهم جدا. حاجه كويسه قوي في الحقيقه. انت بني ادم ناضج، راقب تصرفاتك، ما تعملش حاجه غلط تضطرك. انت تقول الجمله اللي بكرهها، انت مش عارف انا مين. اوعى تقولها. طبعا صح. طب لا معلش اخر حاجه أخير. بس هقولها. اتفضل اتفضل. استاذ امير، انا الوحيد في جمهوريه مصر العربيه اللي امتحن في رخصه السواقه بتاعته اختبارات الاشارات بتاعه. لا والله. ايوه. كان لا والله انا رحت وصيت ضده. لا والله قلت لهم، قلت لهم يا جماعه اختبروا، قلت لهم اختبروه، هو انا عايز ابني يسوق وهو صح مش متجامل والرخصه تروح له البيت. دي حاجه كويسه في الحقيقه. يا استاذ محمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا يعني، مبسوط جدا ان انت كنت معايا على الهوا دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا.